السلام عليكم. الموضوع الفيديو ديال هذا اليوم هو صناعة مثلث مغناطيس اللي تربط ما بين القطع الحديدية لتسهيل العملية ديال اللحام ديالها. الفكرة اللي جات على بالي هو أنه هذا المثلث نديرو فيه بولون ونبقاو إلى احتاجنا ما عندناش فين نديرو البانس، إلى احتاجناه فهذاك البولون تنكروشيو فيه البانس. تابعوا معايا غادي تشوفوا المراحل ديال صناعة هذا المثلث وإنجاز هذه الفكرة. المثلث ديالنا ها هو قطعنا له القطعتين بجوج، وها حنا علمناهم درنا لهم فاس هكا كتبنا فيهم اف باش هذا تيكون مقابل مع هذا. دابا غادي نقلبوا على واحد القطعه خشبيه اللي يكون السمك ديالها مناسب للمغناطيس ديالنا، وبطبيعه الحال المغناطيس ديالنا راه غادي نخليو ليه هاد القطعه اللي تتكون الوسط باش غادي نثقبوها وفيها غادي نديروا البولون. بطبيعة الحال راني درت حتى البلايص ديال التقابي. غادي نربط القطعتين بجوج بسيرجوان ونتقبهم في طقة واحدة مع الخشبة. هاد الخشبة اللي غادي نديرو الوسط الدور ديالها هو انه تتمنع التراكم ديال هذاك الفراتت ديال المعدن واللي تيبقاو ملتصقين بالمغناطيس. الخشبه هاني وجدتها، وبطبيعه الحال راني غادي نقصها او غادي نقطعها بالمنشار باقل بمليم او جوج من العبار الحقيقي باش ما تجيش معرضه، ما تجيش خارجه. بعد ما تراسينا الخشبه احنا شدينا المنشار سوتوز وقطعناها. حنا بقى لها غير هاد الطريف هذا. قطعنا هاد الطريف اللي غيكون لداخل، ما بقى لينا الا نحكوه شويه ونقادوه. بطبيعه الحال رحنا بواسطه هاد المنشار كلوش راه به قطعنا هذا بطبيعة الحال في لا كولون بيرسوز. هو تشوفوا في لا كولون بيرسوز رحنا قطعنا بها حفرنا هاد الثقب هذا. طبيعة الحال راه قبل ما نتقبو راه نختارو شكون اللي غادي يجي نيشان، وفعلا ها هو تيدخل نيشان. فوالا غنحكو غير شويه واللي تيدخل نيشان، وهذا غادي نديروه مع هاد مع هادو، وغادي نديرو التقابي وغادي نشوفو دي ريفي اللي غنركبو هنايا. هذا اللي غادي يكون وسط العيار غادي نبوانتيوه باش غادي نتقبوه ونفلتيوه. دابا غادي نخليوه يبرد شويه وغادي نفلتيوه. حنا درناه في الزيار وتنختاروا الراس المناسب وتنديروا هاد الزيار هاد الراس تنديروه في هاد
هاد الآلة هادي الأمر بسيط، تنديروه في هاد الآلة و نبداو ندوروه تنفيلتيوه. بطبيعة الحال باش تنسهلو العملية تنديرو شوية ديال الزيت فوالا، لأن هدا هي البلاصة الوحيدة اللي غادي نديرو فيها فيس، الآخرين غادي نشدوهم بالريفيات وقضي الأمر. تحت حسن لي يعني تقبتو حتى لتحت في مره، وهاني تنعاود نفيلتيه، حيت تنفيلتيو راه حنا ما تنبقاوش هابطين عليه بحال لا تنفيسيو، راه حنا ندورو حتى تيقصح شويه وتنعاودو نرجعو وتنعاودو العمليه حتى تيتفيلتا كامل من الراس حتى الراس. ثاني لا العملية ديال الفلتاج، وحنا لقينا له الفيس المناسب فوالا. دابا غادي نجمعو هاد الدوزان ديال الفلتاج فوالا. دابا هادي غادي نكوليها في الهندة في العيار. خدينا هاد القطيب ديال الألمنيوم وعلمنا ثلاثة ديال الطريفات، كل واحد فيه جوج سنتيم، غادي نقطعهم وهما اللي غادي نخدموهم ريفيات. العيار هو هذا، فين غادي يلصق هذا، فين غادي يلصق لاماس هو هذا، هو غادي نديروه هنايا وغادي نزيرو عليه غير بواحد الفيس بلا تعقيدات. شدينا هاد الطريف ديال الالومنيوم وقطعنا منه ثلاثة ديال الطريفات صغيورين ديال جوج سنتيم متساويين. تخليت على الإطار الخشبي وغادي ندير غير واحد اللاصق من هنايا بحال سكوتش، وغادي ندير له هذا الكولا باش ما يتحركش. تخليت على الاطار الخشبي لانه اولا حيت زيرت عليه تهرس، وثانيا بان لي بانه في الجناب اللي بعاد ما تيشدش العيار، ما تيشدش. الريفيات اللي درت
الالومنيوم باش مصايبين ولا ما عرفتش شنو. المهم انهم ما تيشدوش تيعوجوا، وما بغيتش نحمق راسي معاهم. لور شنو درت؟ حيدتهم ودرت هادو بولونات ديال الخمسة. في الحقيقة هاد المسألة هادي نبهتني لواحد القضية. من حيث تنشوف الفيديوهات في اليوتيوب تيكون داكشي كله بارفي على أحسن ما يرام، وكأنه داكشي يعني سبحان الله، بينما الحقيقة أنه أنا من نفسي فتندير الحاجة ونعاودها، وخصوصا إلى كانت شي مسألة اللي جديدة عليا. فأحيانا تنسى شي حاجة أو تنوقع في شي خطأ، بينما بكل بساطة بكل بساطة الأمر اللي بغيت نقول لكم، راكم عارفينه أنه واحد العدد ديال الناس الله يهديهم يا إما تيغشو كاريمو التجربة ما تتنجحش وتيقول لك بأنه تجربة ناجحة، أو بلا ما يقولها يعني يوهمك بأنه ناجحة. على أيين كل واحد يدير شنو اللي قال ليه راسو. الفيسات ديالها هما قربت نكملهم، وراني درت لهم حتى الطاروداج. علاش؟ باش تيجي هذاك الشيء بارفي، الفيس تيركب في هاد الصفايح بارفي، يعني تنقصد البولون. الامر ديالي يتعلق فعلا بالبولونات. القطعه ديالنا ها هي سليناها، قطعت لها الريوس ديال البولونات اللي كانوا زايدين، ودرت لها هاد اللمسه هادي بحال لاصق ديال الالومنيوم، سكوتش بالالومنيوم. هاد القطعه هادي اللي عليها خدمنا، فتيمكننا نجيو ونلصقوا فيها الباس بهاد الشكل، باس ديال لاماس. وفي الوقت اللي نبغيو هذا راه تنفيسيو هاد البياسه هادي، نحلو هاد البولون، تنحيدو البياسه ونخدمو بالمثلث ديالنا عادي للجميع كما العاده. بل هاد البياسه هادي ما نصايبوش وحده اخرى، تنجيو بحال مثلا دابا هاد ليكير هو كبير، تيمكننا نجيو ونحيدو هذا، نحلو هاد الكرو هذا ونديرو البياسه ديالنا هنايا، وهو خدام عندنا من داك الشيء الرفيع. كما قلنا البياسه تيمكننا نركبوها في اي مثلت عندنا، على اساس انه يكون عنده واحد الفيس واحد الكرو الوسط، ونجيو ونخدمو بها بكل اريحيه. هذا الشكل نخدمو بها بهذا الشكل، احنا هانيين اللي يمكننا نديروها في اي واحد. انا طاحت لي فكره واحده اخرى، راه في هاد البلاصه هادي راه تيمكن نديرو مثلا واحد الفير بلا، تيمكن نديرو واحد الفير بلا اللي دايره باش مثلا تشد لنا شي حديده ما تطيحش، على اساس انه هاد الفير بلا غادي نديروها ثقوبه من الوسط فيها واحد الساقيه باش يمكننا نخرجو ولا ندخلو. طبيعة الحال هاد المثلثات راهم الطرق ديال الصناعة ديالهم كثيرة، ما كاين كل واحد وكيفاش يصايبهم. هادو انا من اللي فات لي صايبتهم شحال هادي، وان شاء الله ندير شي فيديو عليهم ان شاء الله مستقبلا. هنايا غادي نكونوا سالينا هاد الفيديو. تنشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.